رز البشاور بطريقة احترافية، صدقني راح تدمنوها. خلونا نتابع مع بعضنا الوصفة. رز البشاور إذا سويته بالطريقة هذه صدقني راح تدمنه. أول شيء راح أضيف شحم وننتظره لما يذوب. الآن بعد ما ذوبنا الشحم طلعناه، وراح أضيف الآن الرز. طبعا الرز مغسل ومنقوع، راح أضيفه على نفس حرارة الشحم وأقلبه قبل ما أحط الموية. الآن راح أضيف الموية ولازم تكون حارة. ثم الآن نوزن برضو الملح، راح أخليه مثل ما هو على نار عالية، وبعدين يوم تبدأ الموية تنشف كذا ويبان الرز على سطح القدر راح أضيف بصل مقلي وزعفران منقوع بموية كادي وزبيب، واكتمه وارخي النار مثل الشمعة واخليه 25 دقيقة. وراح أضيف جمرة تبخير للرز.